خذ يا بني. ما هذا؟ قميص، البسه كإشارة إلى كل من تقابله بأنك أحب أبنائي ووكيلي. والدنا يفضلك علينا جميعا. لنعبده وننتهي من هذا. نقتله. حدان، هذا جدول شرير، لا تغسل يديك به. إليك عني. أتظن أنك قوي الآن؟ لماذا تكرهونني كل هذه الكراهية؟ خذ القميص، القميص، خذ القميص. احلم حلما آخر وأنت في قاع البيت. لماذا حلمت يا يوسف؟ حلم مثير. عمل الموت. لا أحد يمكن أن يحرك ساكنا في كل أرض مصر من غير إذن يوسف. رأيت الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً لي ساجدين. وتحرر أخاكم من الأسر. فامضوا إلى أبيكم بأمان. أنت يا ولد، ما اسمك؟ اسمي يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.